بسم الله الرحمن الرحيم. كان يوم 8 مايو 1990 يوما مشهودا بحق في المغرب، إذ أعلن الملك المغفور له جلالة الحسن الثاني عن إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كإبداع منه أولا، واستلهاما مما أحدثه الرئيس الراحل ميتيران من لجنة حقوق الإنسان. وقد كان تكليف جلالته لأعضاء الذين اختارهم بعناية فائقة، وهو العمل على تطوير صيانة والنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب ووضع خطة طريق لذلك، وهو ما عمل عليه المجلس في صيغته سواء الاستشاري أو الوطني إلى الآن. ويظهر ذلك جليا من خلال الآراء الاستشارية التي أصدرها، والتي همت جميع مجالات حقوق الإنسان ثم الهيئات التي أوصى بها في مجال تعويض الضحايا وذوي حقوقهم وجبر جميع أضرارهم بعد إصدار العفو الشامل عن جميع المعتقلين السياسيين وعودة المغتربين، والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها، وإرساء قواعد أرضية مواطنة لحقوق الإنسان، وإعداد خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإصدار الآراء في جميع المجالات القانونية والتعريف بثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، وإقامة الندوات والمناظرات الوطنية والدولية منها والوطنية، ومنها المؤتمر العالمي بمراكش الذي ضم حوالي 10,000 مشارك. ويشرفني بهذه المناسبة، وقد عملت بالمجلس منذ تأسيسه إلى الآن، أن أترحم على أرواح رؤسائي السابقين الأساتذة المجبود وميكو وابن زكري، وأن أدعو الأحياء منهم بدوام العافية والسعادة، وللسيدة الرئيسة أمينة أبو عياش أيقونة النضال الحقوقي بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.